أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبي محمد رسول الله. إحنا في سوق حوش عيسى يوم الاثنين ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 29/4/2024 وتعالوا نشوفوا أسعار الخرفان البرجي في سوق حوش عيسى. صباح الفل يا سلو، عامل إيه غالي؟ الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. بكام الكيلو جاي في خرفان البرجي النهارده؟ ده ب 195. 195، بسم الله ما شاء الله. لبان ولا كسر حاسل؟ كسر جوز. كسر جوز، الله اكبر. عامل ايام على بعضه كده شنو؟ 16.5. 16,500 يا جماعه، خروف صلاه النبي عليه اهوت، ربنا يبارك للمال واصحاب المال، الله اكبر. ادينا الرقم اسلم لحد اصحيه. 010 24 15 12 25. قاعد فين بالظبط يا سلم؟ قاعد في حوش عيسى. حوش عيسى يا جماعه، اللي عايز اي خرفان برج موجود عنده سلم الله يبارك له. يعني 78 كيلو. 195 كيلو. الكيلو ب 195، وزنه 78 كيلو على بعضه كده. الله يبارك لك يا سلم، مصلح حالك وحال الجميع، واجعل صباعك ابد ان شاء الله. وانت طيب يا غالي. العرض يا معطلب شويه يا جماعه في سوق حوش عيسى اهوت زي ما انتم شايفين. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. الله اكبر. ورا ده كرينا بتنعمل 9000. بتنعمل 9000 السمره دي. ورا ده كرينا بتنعمل 8000. دي ورا ده كر ب 8800. كذاب كذاب. وراجع الفلاحي سبع حد 9000 وخدش. ورا ده كريم، ورا ده كريم ب 9000. بسم الله ما شاء الله. لا 9000، الله يبارك لك. 9000 وخدش. وده ورا ده كريم كسر 4 سنين. انا شايف العرض ياما الطلب شويه النهارده. ما فيش زبون خالص. ما فيش ولا زبون هنا. ليه كده؟ ما فيش. التجار بتحارب في بعضها. التجار بتحارب في بعضها. ربنا يقويكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. والحول اللحم النهارده، الحول الثقيل ب 10000 جنيه. الحول الثقيل ب 10000. والجدي ما بحضرها. الله يبارك لكم. حبيب قلبي. صباح الفل يا غالي. لا صار عاملين النهارده في السوق. النهارده السوق نازل وراح بداية. العرض ياما والطلب شويه. نازله 2000. حته نازله 2000. ربنا يرخيها على عباده ويصلح حال الجميع يا رب. لازمها تنزل 10 عشان انا صرفت. اي والله. بسم الله ما شاء الله. حولي ده بالفين. طب خد 2500 وهاته. ما بتبيعوه؟ امال بتقول 2000 ليه لما بتبيعوه؟ العالم بتتكلم ايه يابا؟ صباح الفل. الجو عامل النهارده؟ الله يسهل لك الحال. بسم الله ما شاء الله. العرض ياما والطلب شويه يا جماعه في سوق حوش عيسى اهوت، ما فيش ولا زبون اهوت. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. الله اكبر. ربنا يرخيها على عباده يا رب، اللهم امين. والتجار تتقي الله، ربنا يبعد عنهم البلاء. الله اكبر. العرض ياما والطلب شويه. ايه دمار؟ ما فيش ولا زبون؟ ليه كده؟ الجو هبطان هبطه جنبي يا حاج. الله اكبر. الجو هبطان قوي النهارده؟ ربنا يصلح حالكم. انا مش شايف العرض ياما والطلب شويه. الله يرضى عليك. الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم. سوق حوش عيسى يا جماعه اهوت، الاغنام ببلاش النهارده، مش لاقيين حد يشتري. الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. وانت طيب يا غالي. بسم الله ما شاء الله. احلى مصطفى، الله يقويك. الاسعار عاملين النهارده؟ الاسعار النهارده ببلاش. ببلاش النهارده؟ ببلاش. ربنا يرخيها على عباده. الاسعار في حوش عيسى ببلاش يا جماعه. العرض ياما والطلب شويه النهارده في سوق حوش عيسى. ربنا يقوي العالم كله ويصلح حالي وحال الجميع يا رب، اللهم امين. الجو عاملين النهارده رجالي؟ مريح. مريح رخيص النهارده. ربنا يرخي على عباده. ربنا يرخي قوت المسلمين ويصلح حال الجميع. ربنا يقويكم ويصلح حالكم. الراي المحترم بتاع الطوال. الجو عامل ايه النهارده؟ الجو تعبان برضه. انا شايف العرض ياما والطلب شويه. الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. جو تعبان يا جماعه في سوق حوش عيسى النهارده زي ما انتم شايفين اهوت. الساعه بقت 10 الصبح ومفيش زباين خالص زي ما انتم شايفين اهوت. التجار زاجت من القعده اهيت زي ما انتم شايفين. العرض ياما والطلب شويه. الجو عامل ايه حق النهارده؟ والله الجو تعبان. جو تعبان برضه. ربنا يرخيها على عباده. ربنا يرخيها على عباده يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. زي ما انتم شايفين يا جماعه العرض ياما والطلب شويه في سوق حوش عيسى.
ببلاش زي ما قالوا التجار اهو. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك كريم. الله اكبر. بنت اجمع حاجة. الواحد ب 170 جنيه. الجو عامل ايه النهارده؟ ابو مصطفى. حاج محمد نجيب ابو مصطفى. ابو مصطفى. الجو عامل ايه النهارده؟ الجو حلو يا عم. نسمع اللي فيه هبوط جامده قوي النهارده. ها؟ فيه هبوط. ربنا يرخيها لعباده يا رب. اللهم امين. خير يا اخي. بسم الله ما شاء الله. خير ان شاء الله. هبوط يا جماعه في الاسعار في سوق حوش عيسى اهو يوم الاثنين. ربنا. حاج محمد يجيب له دحين بالاسعار. الله اكبر. وفي الحاج محمد. يا حاج محمد صباح الخير. كل سنه وانت طيب يا غالي. الجو عامل ايه النهارده؟ انا شايف العرض ياما والطلب شويه. والله العرض ياما، السعر غالي والزبون خفيف. والزبون خفيف. والاسعار غاليه، كله ماسك في الاسعار. ماسكه نفسها لسه. لسه ماسكه نفسها. بكام الكيلو جاي من النهارده في البلدي والبرجي؟ الذكر ب 200. الذكر ب 200 البلدي ولا البرجي؟ البرج ب 220 230. البرج 220 230 والبلد ب 200. البلد ب 200. الله اكبر. يعني في اسعار وما فيش زبون. في اسعار وما فيش زبون. وما بتنزلش الاسعار، بتغلى. والاسعار ما بتنزلش برضه. والعلف طبعا غالي. العلم الله يقويه. ما هو المال غالي والعلف غالي. والعلف غالي صح. الله يقويكم يا حاج محمد. كل سنه وانتم طيبين. الله يقويكم ويصلح حالكم وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين يا جماعه تراكم في البضاعه مركونه اهي، وما فيش بيع ولا شراء في سوق حوش عيسي. في اسعار وما فيش زبون. اللهم صل عليك كريم. والماعز برضو كذلك يا جماعه اهو. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. قويك وعينك يا حاج ناصر واصلح حالك. انا شايف النهارده العرض يامي والطلب شويه، والحاج محمد قال لنا ما فيش زبون. ده خير من عندك. والاسعار غاليه برضه. ها؟ لسه برضه الفلاحين في الاراضي بيلموا الزراعه. بيلموا زراعتهم صح. ودايما احنا متعودين على كل سنه السوق ما بيشتغلش الا قبل العيد. قبل العيد ايه؟ قبل العيد باسبوعين ثلاثه كده تلاقي السوق ايه بدا يشتغل. ايوه الفلاح لما غليته وبيعها زراعته في الغيط ويجي السوق يشتري. لا بيلم زراعه ويبيعها ويمسك فلوس ويشتري. صح. وهو عشة التاجر كلها على الفلاح. الله يقويك. عشة البلد بحالها على الفلاح. صح. بسم الله ما شاء الله. ماشي كام الكيلو جاي من في البرج والبلد؟ والله هم اللي حاليا اللي قدام مننا كلك رباعيات لحم. ربعيات لحم. ديت ما فيهاش كيلوهات. الكيلو ديت. في الحول في الحول الذكر. بيشي كام سمحت كام يعني النار؟ والله هو حاليا دلوقتي الكيلوهات الجو بيكون انه هاسس برضه، فتلاقي الجو ضعيف برضه. يعني انت بتسمع يعني 180 170 180 و170. عامله كام الربعيه من دي يا حاج؟ والله الرباعي دهيت فاسعار التسعينات. ارجع ورا كده عشان 9000. الربعيه ب 9000. في 9000. بسم الله ما شاء الله. خدت بال حضرتك 9000 يا جماعه الربعيه من دول أمة لحم. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال واصحابه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. حاجه طحينه وغنم غنم لباني ما كسرتش ولا سن. ما كسروش ولا سن يا جماعه. حته لحمه بالهنا والشفا. واللي هنا برضه في تسعات برضه حبيبي. لا اللي هنا بقى عندك دهيت ابويا الله يكرمه. دهيت في 8200. 8200. دي 8200. الله اكبر. طبعا ديت والده ديت معاها. ديت والده دي. عامله ياما الوالده دي برضه؟ الوالده ديت ب 10700 وراها حول ذكر. وراها ذكر وب 10700. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. عندك الحول ده هوت. خدت بالك انت ازاي؟ حولي لحم يا جماعه صلاه النبي عليه. 12000. بسم الله ما شاء الله. دهيت ربعيه عوش. ربعيه عوش عامله ياما؟ والله انا يعني بحتاج دلوقتي ب 10 ونص واخدها من منصور اللي كان قاعد هنا. الله يسهل له الحال ويبارك له فيه. الله يبارك لك. ادينا الرقم لو حد عايز حاجه وصل معاك برضه. 0100 027 27 100 178 78. المكان فين طيب؟ عزبة ابو جريضه تبع الطول. عزبة ابو جريضه متبع التوت كوم حماده. جريضه تبع التوت كوم حماده. عزبة جريضه تبع التوت كوم حماده يا جماعه. الله يبارك لك. الاسم طيب؟ ناصر ابو جريضه. ناصر ضيف الله ابو جريضه. الحاج ناصر ضيف الله ابو جريضه يا جماعه. اللي عايز ربعيات لحم وفي خرفان برضه؟ عندي بص لغيت من لغيت المغزى بهايم جاموس هناك في المزرعه. الله يبارك لك يا عم الحاج. اللي عاوز حاجه انت راجل محترم يا حاج ناصر. الله يبارك. صباحك ابيض ان شاء الله. اي حد يتواصل معاك تبع قناه الموش اليوم بالله
عليك تعمل معاد صباحك ابد ان شاء الله. ما تنسوا ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم معنينا البلاء. اشكر الله وقول لا اله الا الله. الله اكبر. زي ما انتم شايفين يا جماعه السوق مليان، اهوت السوق حوش عيسي، اللي عايز خرفان واللي عايز ربعيات واللي عايز معيز كل حاجه موجوده في حوش عيسي. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال يا رب، اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الجديد كل يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.